أصدر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تعليمة إلى مختلف السلطات والمسؤولين بالكف عن استخدام عبارة تمجد الرئيس، والتي شاع استخدامها في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في سياق محاربة ما اعتبرها عبادة الأشخاص والممارسات ذات الصلة بالتملق السياسي، حيث قال الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية محمد أسعيد بالعيد أمس أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أصدر الاثنين تعليمة إلى كافة الدوائر الوزارية ومؤسسات الدولة للكف عن عبارة توجيهات من رئيس الجمهورية أو تنفيذا لأوامر رئيس الجمهورية وما شابهها، وأكد أن رئيس تبون لا يطلب التقديس أو التمجيد ولا مكان في الجزائر الجديدة لعبادة الشخصية والأشخاص، ذلك أمر ولا رجعة فيه، وإلزامية التأسيس لنمط جديد يقوم على الإشادة بالمؤسسات وليس الأشخاص. دعا وزير التجارة كمال رزيق مصنعي مادة زيت المائدة على المستوى الوطني إلى تخفيض سعر هذه المادة بمناسبة رمضان، خاصة في الظرف الصحي الحالي الذي تعيشه البلاد بفعل تفشي وباء كورونا. وخلال ترأسه اجتماع بمقر الوزارة بحضور إطارات الإدارة المركزية، دعا رزيق المتعاملين لشعبة زيت المائدة بتخفيض سعر مادة الزيت المائدة بمناسبة شهر رمضان الكريم، وقد أبدى المتعاملون الاقتصاديون موافقتهم المبدئية على هذا الطلب. كشف مدير معهد باستر اليوم أن الجزائر بلغت مرحلة استقرار في انتشار فيروس كورونا بفضل الحجر الصحي، وأكد في تصريح للإذاعة الوطنية الثالثة عن إمكانية الشروع في رفع الحجر الصحي بصفة تدريجية مع تحليل النتائج التي قد تنجم عن القرار بصفة يومية لاتخاذ التدابير الملائمة. وأشار في هذا الشأن أن التفكير في رفع الحجر الصحي يجب أن يكون أولا في الولايات التي لم تسجل حالات إصابة كبيرة بفيروس كورونا، كما كشف أن العدد الإجمالي للعينات التي يتم تحليلها بلغ 500 عينة يوميا على المستوى الوطني، مضيفا أن الهدف هو الوصول إلى تحليل 1000 عينة على المستوى الوطني. وأضاف في هذا الخصوص عن مشاورات ومحادثات تتم بخصوص دخول كل المخابر الفرعية على مستوى ولاية طمنراس وورقلة وجلفة حيز الخدمة قريبا، وقال أن الجزائر تملك الإمكانيات اللازمة لإجراء تشخيص لكل شخص مشتبه إصابتهم بكورونا، مؤكدا أن الأرقام الممنوحة حول عدد الإصابات والوفيات شفافة وواقعية. وأوضح مدير معهد باستر أن عدم احترام الحجر الصحي يعني التسبب في موجة ثانية من هذا الوباء. كشف رئيس الاتحادية الوطنية للخبازين عن إطلاق الخبازين عبر الوطن، مبادرة تدخل في إطار الهبة التضامنية لمحاربة فيروس كورونا، وذلك عبر توزيع الخبز مجانا لصالح الفقراء والمعوزين مع ضمان عدد من المخبزات توزيع كميات الخبز على المنازل حتى يبقى المواطنون في منازلهم. وأكد يوسف قلفاط في تصريحات أن الخبازين اتخذوا عددا من الإجراءات تحسبا لشهر رمضان، مضيفا أنه في إطار العملية التضامنية الخاصة بمحاربة فيروس كورونا ينوي الخبازون تنظيم مبادرة تتمثل في منح الخبز بالمجان للعائلات الفقيرة والمعوزة، في حين ينوي عدد من الخبازين ممن يملكون الإمكانيات تقديم خدمات توصيل مادة الخبز إلى المنازل، خاصة للأشخاص المسنين وذوي الأمراض المزمنة حتى يبقوا في منازلهم. نحو وضع آلية قانونية للتبليغ عن الجرائم الإلكترونية، مرصد وطني للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية في الأفق، حيث كشف وزير العدل حافظ الأختام بالقاسم زغماتي عن العقوبات التي تنتظر مستقبل المحرضين على العنف وناشر خطاب الكراهية والتحريض في المجتمع الجزائري، حيث توضح نصوص ومواد قانوني العقوبات والقانون المتعلق بالوقاية من التمييز الذي تم تقديمه أمس للتصويت والنقاش بالغرفة السفلى للبرلمان، آليات الحد من هذه الظاهرة التي برزت في السنوات الأخيرة، حيث أن هذه العقوبات حسب زغماتي تصل إلى حد 10 سنوات سجنا نافذا. إخوتي الكرام، شاركونا أنتم آراءكم في التعليقات. تجددت الاضطرابات ليلة الثلاثاء في مناطق بضواحي العاصمة الفرنسية باريس لليوم الرابع على التوالي، إذ ذكر الموقع الإلكتروني لمجلة لو بوان ووكالة الأنباء الفرنسية الأربعاء أن شبانا اشتبكوا مع الشرطة. وتناقلت شبكات التواصل الاجتماعي صورا تظهر مجموعات من الشباب تطلق ألعاب نارية باتجاه قوات الشرطة وسيارات تم إشعال فيها النار. وتفجرت الأحداث مطلع الأسبوع بعد إصابة سائق دراجة نارية في تصادم مع سيارة للشرطة لتحمل شعارها المميز أثناء المطاردة. وقالت الشرطة التي بدأت تحقيقا في الواقعة إنها أرادت استجواب سائق الدراجة النارية.
دعا رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين في تصريحات إذاعية أمس إلى إعادة بعض الأنشطة التجارية على غرار ورشات الخياطة والملابس والحلاقة وغيرها، وذلك بسبب الضرر الكبير الذي خلفه توقف هذه الأنشطة على أصحابها من التجار والحرفيين. وأضاف أن أزيد من 250 ألف حرفي قد تم توقف نشاطاتهم التي تعتمد في أغلبها على المدخول اليومي. وأشار المتحدث ذاته في هذا الصدد أن جمعيته تجري اتصالات مع الجهات المعنية من أجل التخفيف من إجراءات الحجر الصحي لهذه الفئة وعودتها للنشاط وفق شروط الوقاية اللازمة كالتعقيم والتباعد وتحديد الفترة الزمنية. كشفت وزارة الدفاع الوطني عن كواليس الرحلات الجوية التي تقوم بها القوات الجوية بين الجزائر والصين ذهابا وإيابا لنقل المعدات الطبية الموجهة لمواجهة وباء كورونا في زمن قياسي. ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع الوطني على موقع فيسبوك فيديو بعنوان وجهتنا الصين مهمتنا الوطن، أظهر التحذيرات الأولية التي قام بها الطاقم قبل انطلاق رحلة على متن طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية الجزائرية من مطار بوفاريك العسكري بالبوليدة نحو والعاصمة الصينية بكين لشحن المعدات والأجهزة الطبية والعودة بها إلى الجزائر. واستغرقت الرحلة الجوية ذهابا وإيابا أكثر من 37 ساعة من الطيران في الأجواء، حيث استلزم التوقف في مطار كازان في روسيا للتزويد بالوقود ثم إكمال الرحلة نحو بكين مرورا بسيبيريا. وبعد شحن المعدات على متن الطائرة واستكمال الإجراءات اللازمة انطلقت الرحلة لتتبع نفس المسار عبر روسيا ثم الوصول إلى مطار هواري بومدينة الدولي بالجزائر العاصمة. دعا رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوزيد الزهاري السلطات العمومية والمجتمع المدني وكذا القطاع الخاص إلى وضع اليد في اليد لكي لا يبقى أي عامل لا سيما العمال من ذوي الأجر اليومي دون دخل في ظل أزمة وباء كورونا، مثمنا في نفس الوقت المجهودات الكبيرة التي تبذلها الدولة في هذا المجال. وشدد السيد الزهاري على هامش زيارته الميدانية إلى مؤسسة الطفولة المسعفة بالمحمدية على إلزامية الاهتمام بالعمال الذين أحيلوا على عطل دون أجر خاصة ونحن على أبواب شهر رمضان الفضيل، كما دعا بالمناسبة أصحاب القطاع الخاص أن يكونوا رحيمين مع العمال بعدما أجبرت الدولة الكل على اتخاذ إجراءات لازمة تتناسب مع خطر وباء كورونا. وأضاف قائلا نحن نصر على أن تضع الدولة والمجتمع المدني وكذا القطاع الخاص اليد في اليد لكي لا يبقى أي عامل خاصة أصحاب الأجر اليومي دون دخل. اقترح الوزير السابق لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي الطيب بوزيد فكرة العودة للدراسة بالجامعات شهر مايو المقبل. وقال الطيب بوزيد على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي أنه على الرغم من الجهود المبذولة هنا وهناك من طرف مسؤولي الجامعات من مدير الجامعات ونوابهم وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام واللجان البيداغوجية بما فيهم مسؤولي مختلف مراكز تكنولوجيات الإعلام والاتصال، إلا أنه ليس من السهل تقييم عملية الدروس على الخط سواء من حيث قياس مدى اتساع هذه العملية وشمولها أو من حيث عدم امتلاك الوسائل البشرية والتقنيات الملائمة من أجل إنشاء هذه العملية الهامة، قائلا من الأسلم العودة إلى ما نعرفه أكثر ونتحكم فيه بشكل أفضل وأن نحضر أنفسنا بشكل جاد لمرحلة ما بعد الحجر الصحي أي استئناف الدروس والنشاطات البيداغوجية الأخرى وفق النمط الحضوري. كما قال إن استئناف الدروس ينبغي أن يكون محل تفكير عميق قبل وضعه موضع التنفيذ، إذ يتعين في المقام الأول إجراء تقييم دقيق لمدى التقدم الحقيقي للدروس والأعمال التطبيقية من حيث عدد أسابيع التعليم، ويتعين حسب الطيب بوزيد بعد ذلك بعث حوار في كل المستويات بإشراك الطلبة وممثليهم والأساتذة وممثليهم وكذا مختلف أسلاك الدعم للبيداغوجيا. وحسب الوزير فإن أولى الأشياء التي ينبغي أن يتولاها مسؤول الجامعات هي إحداث مركز للصحة وتجهيزه بالوسائل اللازمة من أجل التكفل بالطلبة والمستخدمين الذين قد تظهر عليهم أعراض المرض، هذا أولا. أما ثانيا فيتم وضع كاميرات حرارية في الأماكن الحساسة على غرار مصلحة الدراسات والمخابر والمكتبات ومراكز الحسابات وغيرها. ثالثا تعقيم المدرجات وقاعات الدراسة وقاعات الأعمال الموجهة والمخابر وكل الأماكن التي يمكن أن يتواجد فيها الطلبة. رابعا تهيئة دورات المياه بشكل يضمن بقائها دائما نظيفة ومزودة بالماء، فضلا عن تجهيزها دافق الماء
ومواد التطهير والتعقيم. خامسا إعداد جداول توقيت بكيفية تمكن من تواجد عدد أقل من الطلبة في القسم من أجل احترام تدابير التباعد الاجتماعي، ولهذا الغرض يمكن تقسيم الأفواج والمجموعات إلى قسمين بغية احترام المعايير الصحية الجديدة. سادسا تقليص الحجم الساعي إلى 55 دقيقة بالنسبة للدروس، وهو ما يتم العمل به في أغلب جامعات العالم. سابعا وضع مخطط صارم لنقل الطلبة، حيث يتعين بعث التفكير عميق من أجل التكفل الأحسن بطلبتنا. ثامنا التفكير في تعديل خدمة الإطعام المقدمة للطلبة باستعمال العلب الجاهزة وأخذ إجراءات التباعد في الحسبان، وذلك لتفادي الاتصال المباشر بين مستخدمي المطاعم الجامعية والطلبة من جهة، وتفادي حدوث طوابير انتظار طويلة أمام مقرات الإطعام من جهة أخرى. تاسعا تشجيع الطلبة على إنجاز أعمال فردية وتقييمها بصفة استثنائية على النحو الذي يجعل العمل المقدم يمثل 50% من العلامة النهائية للمادة. عاشرا التفكير في إعداد مخططين لاستئناف الدروس، الأول للجامعات والمؤسسات الواقعة بشمال البلاد والآخر للجنوب والجنوب الكبير. 11 تأجيل امتحانات السداسي الثاني إلى شهر سبتمبر القادم. 12 اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتكفل بعملية تسجيل حامل البكالوريا الجدد التي ستجري في نفس الوقت التي تنظم فيه الامتحانات المؤجلة للطلبة. لعله من المفيد الإشارة في الختام إلى أن نجاح هذا المخطط وتجسيده ميدانيا يتطلب تعاون الجميع، أي مساعدة كل الفاعلين في أسرة التعليم العالي.